الأمر الخامس بارك الله فيكم التثبت، وهذا الأمر متعلق بسابقه، متعلق بسابقه من الأمانة والعدل، لأن العدالة تقتضي أن يتثبت الراد من قول أو كلام المردود عليه المخالف للحق. بإحدى طرق التثبت الصحيحة ليصح حكمه وينفذ قوله بعلم وعدل. هذا الأمر التثبت والإنصاف والعدل والأمانة هي مقاييس ومعايير وثوابت عند أهل السنة، صحيح، على المفهوم الذي ذكرنا. جاء بعض أهل الأهواء والبدع والمحرفون للكلام عن مواضعه، نعم، فأخذوا هذه العبارات التي أهل السنة هم أولى الناس بها وهم أهلها وأحق بها، فأعملوها في إيش؟ فأعملوها في غير موضعها ونزلوها في غير محلها، فلبسوا على الناس وشوشوا على الناس. باسم العدل جاءوا بمنهج الموازنات، باسم الإنصاف جاءوا برد الحق، باسم التثبت جاءوا برد أقوال أهل السنة وعلماء الحق، والعياذ بالله. فهذه أصول عظيمة تدل عليها الآثار والأدلة من الكتاب والسنة ومواقف أئمة السنة، وقد بينا ذلك. وطرق التثبت عديدة، منها نقل خبر الثقة العدل. انتبه، ما هو كل واحد عدل ولا كل واحد ثقة. الآن بعض الناس وبعض أهل الحق أصلحهم الله يريدون لابد أن تقبل قوله، يعني إذا كان في أهل السنة وعلماء الحق والرواة من زمان الثقة، والثقة الذي يهم، والثقة الذي يغلط، وثقة أخطأ، وفيهم الصدوق، والصدوق الذي يهم، والصدوق الذي يخطأ يغلط أو يخطئ، والصدوق الذي كثر خطأه وغير ذلك، يوجد هذا في من سبق، صحيح، ومنهم صاحب الدين لكنه ضعيف لا يقبل في هذا الباب، في باب النقل، كما قال ذلك مالك وغيره، صحيح. إذا كان هذا في السلف الأولين لا يوجد الآن. الآن بعض الناس رحمه الله يريدك أن تجعله في مصاف الثقات المتثبتين المتقنين الحاذقين الضابطين، صحيح، ثم يأتيك بقاعدة ماذا؟ خبر العدل الثقة. يا أخي بارك الله فيك، يجب أن تنزل الناس منازلهم، وهذا من أعظم الخلل الذي يقع الآن، أن كثيرا من الناس ينزلون بعض الناس في غير منزلتهم، صحيح؟ نزلوا العالم في منزلة صغار الطلبة، وجعلوا صغار الطلاب في مصاف العلماء والأثبات، وجعلوا العالم الحاذق من الجهلة، وجعلوا الجهلة من الحاذقين. ما هذا الخلط؟ ما هذا الخلط؟ يجب أن ننزل الناس منازلهم، وأن نعطي العالم حقه، وأن نعطي طالب العلم حقه، وأن نعطي العامية حقه، وأن نعطي المبتدئ في طلب العلم حقه، وأن نعطي الجاهل حقه، وهكذا. فلا بد أن تعطي الناس حقوقهم، هذا من العدل بارك الله فيك. أما أن تجعل العالم من أجل الجاهلين، وأن تجعل الجاهل من أعلم العالمين، هذا من العدل؟ هذا مناف للعدل من كل وجه. وكما يقال الشواهد حاضرة، لك أن تنظر في هذا البلاء في الشبكة العنكبوتية، هذا الإنترنت، ترى في جمع في كثير من المنتديات تصدير الجهال وتشييخ الأغمار الأغرار وتسفيه العلماء وتحقير شأن هذا العلم والفضل. لا ذنب لهؤلاء إلا أن هؤلاء العلماء لا يعرفون كيف يتعاطون مع هذه المقتنيات، ولأن بعضهم لا يعرف الكتابة فيها ولا الولوج إليها، وما ذاك نعم
إلا لأنه يعرف ويكتب كل وقت من باب قص ولصق خذوها، ولعله بعضهم لا يعرف ما ينقل ولا يدري ما ينقل ولا يفهم ماذا يكتب، فصدروا الجهال الأغمار الأغرار الصغار. ثم يأتي ذاك المعلق جزاك الله خيرا أيها الشيخ الفاضل، وذاك الثاني يقول شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله في علومكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فظن هذا المسكين الذي يعرف من نفسه أنه غير ثقة، فضلا أن يكون شيخا أو يكون عالما، يأتيك بالأخبار ويلزمك بقبولها، ثم يقول أنت ترد خبر الثقة؟ أوردها سعد ومسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يجب أن نعلم هذا القانون، قانون العدل، قانون التثبت، على ميزان أهل العدل والتثبت وهم أئمة السنة. كما قلنا أنه لا يرد الباطل بباطل ولا يرد الخطأ بالخطأ، إذن يجب إذن أن نرد الباطل بحق على طريقة أهل الحق، وأن نقيم الحق بطريقة أهل الحق. واضح؟ إذن حتى إعمال قانون ومبدأ وأصل خبر الثقة ونقل العدل الضابط يجب أن يكون على قانون أئمة السنة وعلمائها. واضح؟ أحمد عندما يوثق ما كان يوثق هكذا، جئته نظر في وجهك ووثقك. يحيى بن معين يختبرك، البخاري يختبرك ويمحصك، وهكذا أئمة السنة ما كانوا يقبلون كل أحد. فلما ركب الناس الصعب والذلول كما قال ابن سيرين سنا لا نحدث إلا عمن نعرف. ولهذا كما قرأنا لكم من كلام إمام رجب رحمه الله لما تكلم عن الرد قال وقد قال بعض السلف لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. وكيف تعرف أنت أول مرة تراه ولا مرتين ولا زارك من سنة إلى سنة أو كل 10 سنوات مرة؟ وبعضهم يريدك أن تصدقه، لا بد أن تصدقه، فإما صدقت فالويل والثبور، نعوذ بالله من ذلك. إذن أهل الحق لهم طرائق في إقامة هذا الأصل وهو التثبت كما قلنا خبر الثقة، ومنها أيضا الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث، فإن ذلك والعناية بالنقل والنقلة، ومن ذلك أيضا التثبت والرد على ذلك من خلال كتاب كتبه أو رسالة أرسلها أو نحو ذلك. إذن هناك ثمة طرق، ومنها بلدي الرجل أعرف به من غيره، إن كان هذا البلدي معروف بديانته وثقته وتثبته إلى غير ذلك مما بيناه في ردنا على المبطل المفتون أبي الحسن المأربي. قد يعتمد بعض إخواننا أخبارا من بعض من ظاهره السنة والسلامة من المفسق ويقول أخبرني ثقة بهذا. السؤال ألا يكون أنه قد يؤتى هذا من جهة الضبط؟ هو هذا بارك الله فيك، وظاهره السلامة من المفسق وظاهر الاستقامة على السنة، هذا خير، لكن لا يكفي هذا لقبول ماذا؟ لقبول الخبر. نحن قلنا ثقة، والثقة لا بد فيها من ماذا؟ من اجتماع أمرين، العدالة والضبط. واضح يا إخوة؟ هذا شيء موجود مجرب، من ينكر هذا إلا جاحد مجادل بالباطل؟ موجود كثيرين، يعني بعض الناس أصلحهم الله ينقل، فإذا ما جئت إلى أصل الناقل ها كأني فهمت، كأني سمعت، كأني يقول ما في هذا، لا ينفع بارك الله فيك. فهنا هذا قد يكون صالحا في نفسه لكنه ضعيف في نقله، إيش المانع من هذا؟ ما المانع من هذا؟